البنت اللي عديت الشارع فجأة، أعملك إيه؟ تعملي إيه ده إيه؟ كنت هتدوسني وتقولي أعملك إيه؟ ست حصل خير ما حصلش حاجة. هو إيه اللي ما حصلش حاجة ده؟ ها؟ زعق ليه دي؟ غريبة جدا. وأما بخصوص المؤتمر الدولي في لاس فيجاس، اسمها لاس فيجاس. لاس فيجاس ايه؟ مش هتتنجر بقى؟ اسمها ايه يا ابراهيم؟ اسمها لاس فيجاس. انت عاوز ابراهيم يتنجر؟ ده ولا ورشة نجارة بحالها اتحوق معاه. يعني هو النفر لابد يرطل لكم بالفرنساوي. قصدك انت ما عرفاش بقى الولد مين في دشنا؟ يا خبر، ما عرفاش كيف؟ ده انت يجيلك سنه كل يوم هتقول لي. طنطك صعيدي. لا يا سناء، ابراهيم من عيله كبيره قوي في الصعيد، ده من ذوي الاملاك. يعني يعجبك قوي. يا ابراهيم، ما تقول لها يا اخي. اقول لها ايه بقى؟ ما هي عارفه كل حاجه. غيرش بس قال يعني هنا مش شبث بالوظيفة هنا لجي سبب في نفوخي وفي قلبي كمان. خليك على كده وانت تكسب. عجبتك اياك؟ وعجبتها هي كمان. صح. تاخدش بالك من اللي هي بتعمله. ها؟ انت استمر بس. استمر. حاضر استاذ سمير. صباح الخير. صباح النور يا فندم. اهلا وسهلا. لو سمحت ممكن اقابل المدير؟ المدير؟ ايوه يا فندم. ليه خير يا فندم؟ عايزة اقدم له اوراق نقلي من الوزارة لهنا. اخصائيه في المعمل. والورق مع حضرتك؟ ايوه طبعا. اتفضل يا فندم. اسمك سلوى؟ دكتوره سلوى عبد الرحمن. اهلا وسهلا يا فندم. انا سمير رياض، مدير الشؤون الماليه والاداريه هنا في المعمل. تشرفنا يا فندم. ممكن اقابل المدير؟ للاسف هو في مؤتمر في امريكا. عن اذنك. مفيش من ينوب عنه؟ طبعا في الدكتور محسن. طب لو سمحتي ازاي اقدر اقابله؟ هو الدكتور موجود في المعمل ولا في مكتبه؟ انا ادور عليه ووصلها لحديه. ثانيه واحده. هانيا. شكرا. ايه ده انتي؟ دكتورة سلوى عبد الرحمن. كمان دكتورة؟ ايه كمان دي؟ ثم حضرتك اللي كنت غلطان. ايوه انا دكتور. هات لنا اتنين ليمون بسرعه. هي الدكتوره تلاقيها جرانت. هات الليمون بسرعه. حاضر. عيني. تفضل تفضل. انا اسف اللي تاخرت عليك. يا اصلي كنت بشتغل في المعمل لما جاني ابراهيم وقال لي. وحضرتك بتبحث عن ايه؟ حضرتي؟ يا ريت كان حضرتي هو اللي بيبحث. تأكيد كنت مشيت في اتجاهات تانية. لكن انا وانتي واي باحث هنا كلنا بنشتغل في تفاصيل بحث واحد بس، حتى لو كان من غير اقتناع، هو بحث الدكتور خيري. هو المدير بقى وكلنا لازم نبقى مساعدين ليه.
عموما الدكتور خيري دكتور كبير جدا، وانا قريت كتير من ابحاثه. استاذ مشهور بيطلع في التلفزيون وبيكتب في المجلات العلميه وبيحضر مؤتمرات في الخارج. يعني للاسف ما جاتليش الفرصه ان اخد شهرته. على العموم مش مهم الشهره، في ناس كتير قوي مشهورين بالكذب. بيتهيألي يا دكتور مفيش شهرة من غير أساس. لا في وكتير، في ناس واخدين مراكز ما يستحقوهاش، وفي ناس مؤهلين وأكفى منهم لكن حقهم مغتصب منهم مسروق. واضح إن في خلاف كبير بين حضرتك وبين الدكتور خيري. تشربي الليمون وبكره ان شاء الله تستلمي شغلك، ويوم بعد يوم هتعرفي كل حاجه. اسمعي يا سناء، انت عارفه ان الجواز دلوقتي بالنسبه لي رفاهيه انا ما اقدرش عليها، وانت بنت ناس عاوزه اللي يسعدك ويهنيكي يبقى من قصيره نبعد عن بعض. والواد ابراهيم على فكره بيحبك وابن حلال وطيب، يعني يقدر يبيع له قيراطين في الارض بتاعته وتتلم. دي اخرتها برضو يا سمير؟ طب قولي لي بس انا اعمل ايه؟ يعني لا ترحم ولا تخلي رحمه ربنا تنزل. ما انت يا بنت الناس مش عاوزه تسمعي الكلام. انا خايفه يا سمير، المره دي لو انكشفنا هنروح في داهيه، وبدل ما ندخل دنيا هندخل السجن. يا بنتي دي شوية سوائل بتلخبطوا على بعض وفي الآخر بيترموا في البلعات. المرة اللي فاتت احنا ما خدناش بالنا من حكاية الورقة دي، لكن لما عرفناها الحكاية عدت وبقت عالي العال، كل الكيماويات اتسددت في الدفاتر على انها مستهلك. سناء احنا اولى، لا من شاف ولا من دري، الحكاية كلها ورقة لنعيم وخلصنا. وفرد نعيم سأل حد من الدكاترة وقال له صحيح يا دكتور انت طالب كذا، وقال له لا هنعمل ايه؟ يعني انت مش خايفة غير من نعيم وبس؟ يعني المرة اللي فاتت بتقول ما خدش باله، المرة دي يمكن ياخد باله. نعيم ده بالذات انا ليا شغل معاه وحتصرف. قلت ايه؟ يعني نعيم رخر هيبقى يا ستي ياخد نصيبه، احنا دافعين حاجة من جبنة، وعلى رأي المثل اطعم الفم تستحي العين. طب سيبني افكر شوي. اظن دلوقتي ممكن اوصلك، ما بقينا زملاء. ممكن عربيتي. لاقيين على بعض قوي. وانت ايه اللي مزعلك؟ ابدا انا مالي هزعل ليه؟ انا بس صعبان عليها البنت، اصل الدكتور محسن اي واحده جديده تيجي المعمل على طول ياخدها يغديها كوارع. وانت ايه اللي عرفك؟ الله، انت مش برضو اول ما جيت جديد اتغديتي كوارع؟ لا بقى بقول لك ايه. انت سهلتي، انا بهزر. هو ده البيت؟ ايوه. متشكرة قوي. ولو اني زعلان انك ما قبلتيش عزومتي على اكلة الكوارع. معلش اصلا انا مش قايلة لماما اني هتغدى برا البيت. اتفضل حضرتك اتغدى معانا لو تحب. لا لا معلش، مرة تانية ان شاء الله. طيب عن اذنك. سلوى
فندم يا دكتور. ما كفاية محسن بس. بيتهيألي دكتور ودكتورة أحسن. كده؟ طيب حضرتك عايز تقول حاجة؟ لا كنت بقول عشان أزمة المواصلات يعني وصعوبة إنك تلاقي تاكسي الصبح، أفوت أخدك من هنا على الشغل؟ متشكرة قوي، أنا أعرف أروح لوحدي. على إذنك. السلام عليكم. اهلا يا حبيبتي. اهلا. ايه تعالي طمنيني. عملتي ايه؟ كل خير يا روح قلبي. اديت لهم جواب الوزاره واستلمت خلاص قرار التعيين. طبعا. والمدير طلع هو اللي كنت بتقولي عليه؟ ابدا يا ماما، تصوري لقيت نائب المدير، بس الحمد لله من بكره هستلم شغلي. طبعا يا حبيبتي. انا اذنك يا ماما. طب يا روح. انت لسه ما نمتيش يا سلوى؟ هخلص الفصل ده وانام على طول يا ماما. الدكتور خيري برضو؟ ايوه. عايز اعرف بيفكر ازاي، ايه اسلوبه في البحث، نفسي اتفاهم معاه من اول لقاء لينا. ربنا يوفقك يا حبيبتي، بس يلا بقى خلصي عشان تنامي. حاضر يا ماما. تصبح على خير. وانتي من اهل الخير. صباح الخير يا سلوى. صباح الفل يا ست الكل. ايه بقى الناموسيه كحلي ولا ايه؟ انا طب ما صحيتنيش ليه اعمل لك الفطار؟ معلش يا ماما، قلت اسيبك تستريحي. يا خبر ابيض، اتاخرت قوي على الشغل. طب دقيقه واحده اعمل لك شاي. مش هلحق يا ماما، فين لما الاقي سواق تاكسي ابن حلالي يوصلني لغايه شغلي. يلا بسرعه، عايزه واحده من اللي بيجيبوا الحظ. باي باي. مع السلامه حبيبتي. يا خبر البلطو. انا محضرهولك اهو، كوياه وحطهولك في الكيس اهو يا حبيبتي. ربنا يخليكي ليا. ادعي لي يا ماما. ربنا يوفقك يا حبيبتي، مع الف سلامه. اتفضلي يا دكتوره. متشكره قوي، بس دي اخر مره هتوصلني، يعني لو جيت لي تاني تحت البيت. و ليه مش عايزه تصدقيني؟ بقولي دي كانت صدفه. طيب انا مصدقاك، وبما انها صدفه يبقى مش هتحصل كتير، لان الصدف ما بتكررش كتير. مظبوط يا دكتور؟ طيب يا دكتوره. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا مدبولي. الاستاذ سمير وصل؟ ايوه بيه، في مكتبه. صباح الخير يا دكتور. اهلا. صباح النور يا استاذ سمير. اهلا وسهلا يا فندم، منوره. ميرسي. دكتوره سلوى هتستلم شغلها من النهارده ان شاء الله. تنور يا فندم. اهلا وسهلا. اتفضلي يا فندم، اتفضلي على المعمل وانا هحصلك بعدين. اتفضلي. شكرا. صباح الخير يا استاذ ابراهيم. اهلا. صباح الخير يا سعاده البيه. في حاجة مضايقاك في شغلك؟ لا بيه، مفيش أي حاجة، احنا ما ينقصناش بس غير الرضا بتاع حضرتك علينا، ومفيش أي مضايقات والشغل حلو قوي 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 بيه. ازيك سناء؟ ايه الحمد لله يا دكتور. ايه في حاجة مزعلك؟ لا طبعا، هو اللي يشوف حضرتك يزعل يا دكتور. أستاذ سمير. أفندم. سناء بالذات من أكفأ المواصفات اللي عندنا. انا شخصيا كنت مرشحها للترقيه لولا الدكتور خيري بقى، لكن معلش انا مش عايز حاجه تضايقها، اذا كان الشغل كتير عليها ف انا يا بيه اشيله عنها برقبتي. والله يا بيه. يا سلام، هي دي روح التعاون اللي انا عايزها هنا، هي دي روح الاسره. مظبوط، احنا كلنا اسره واحده. طبعا يا فندم. قول لي يا استاذ سمير، تحت امرك. اخبار الشؤون الاداريه ايه؟
لا يا فندم، هو مفيش غير ورقتين اتنين بس حضرتك تمضي عليهم، مش هاخده من سعادتك غير دقيقة واحدة. طب هاتهم لي قبل ما اخش المعمل. اتفضل يا فندم. شرفت يا بيه، مع السلامة. أنا هشرب قهوتي في مكتب المدير. عقبال ما يبقى مكتب سعادتك يا فندم. وبعدين معاك يا أستاذ سمير. من فضلك مش عايز أي تلميحات عن الدكتور خيل. يا فندم ده اللي احنا بنتمناه كلنا. دقيقة واحدة يا فندم أوسع القهوة بتاعت سعادتك. سناء بالذات موظفة كويسة جدا، وأنا كنت مرشحة للترقية، بس لولا الدكتور خيري. لا 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 يا أستاذ سمير، لا لا يا أستاذ سمير، أنا ما اسمحش بأي كلام على الدكتور خيري أبدا 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 يا أستاذ سمير. وبعدين سعادته داخل بست الحسن والجمال، علني كده عيني عينك. طب أنت إيه اللي مزعلك يا بنت الناس؟ أبدا، وأنا إيه اللي هيزعلني؟ بس يظهر عليه معجب بيها قوي. واحنا كمان ربنا يكرمنا بالقبول ونعجب قوي قوي قوي. يا 300,000 اهلا بحضرتك. ان شاء الله بالتوفيق. متشكره قوي يا مدبولي، اغلب غلبان هنا، انما انا ماليش الا في شغلي وبس. وبتشتغل هنا من زمان؟ دني من زمان، من زمان وقبل زمان كمان، انا ادم واحد هنا. بس ماليش دعوه بايات ولا حاجه. حاجه ايه تقصد؟ ايه أقصد؟ أني أقصد؟ لا أني ما أقصدش. أنا فزورة دي ولا إيه؟ لا زي ما تقول يعني كده حكمة وخدناها من أهاليني. إيه بقى الحكمة دي؟ قالك يا بخت اللي مالوشي يبقى ما يهموشي. مالوش إيه وما يهموش إيه؟ اللي مالوش في أي حاجة ما يهموشي من أي حاجة. عن إذنك أروح أعمل لك واحد كافيه تحية من البوفيه. شايف الدكتورة لبست البلطو الأبيض، استعدتي للشقة يعني. أنا العمل بالنسبة لي متعة كبيرة يا دكتور. يا بس للأسف مش هتلاقي هنا أي متعة. ليه؟ لأنك مش هتعملي بحث كامل أبدا. كل اللي احنا بنعمله شوية دراسات وشوية تحاليل في بحث كبير مش بتاعنا. هو الدكتور خيري بيبحث في إيه؟ قصدك أنا بعمل له بحث في إيه؟ أنا بصراحة ما عنديش استعداد أدخل في الخلاف الواضح اللي بينكم، لأن عندي أسباب شخصية جدا. إيه؟ أنا من أشد المعجبين بالدكتور خيري وبأبحاثه، والشيء اللي سيادتك ما تعرفوش إني متابعاه من مدة طويلة قوي، لدرجة إن أنا وأنا في الكلية كنت بحضر محاضراته رغم إني مش في السكشن بتاعه. حالة دي لازم انسحب. لا ابدا، دي حاجه ودي حاجه، احنا هنا زملاء. سلوى انت ليه؟ الدكتوره سلوى لو سمحت، مش ده كان اتفقنا امبارح؟ انا اسف، انا كان غرضي اوجد نوع من الصداقه بيننا يعني. صداقه وزماله مفيش مانع ابدا. انت اكيد فهمتيني غلط. جايز يظهر اني لما بلغت شويه في الترحيب بيكي كزميله جديده مخك راح لبعيد. لعلمك بقى انا لا فاضل صداقه ولا كان فارغ من ده. ولا انا كمان يا دكتور فاضيه، وكل اللي بطلبه من سيادتك تفهمني واجباتي ومسؤولياتي في المعمل وبس. وليه بقى؟ لما يجي الدكتور خيري يفهمك بنفسه، اضيع وقتي معاكي ليه؟
اي خدمات يا دكتوره؟ متشكره يا استاذ سمير. يعني لو حضرتك ليكي اي طلبات بخصوص الاجهزه او المواد الكيماويه اكتبي ورقه صغيره وانا تحت امرك. لا اصل انا لسه ما بداتش ابحاثي. مش حضرتك برضو بتشتغلي في بحث الدكتور خيري؟ هي ايه الحكايه بالظبط؟ هو ما فيش حد هنا بيعمل ابحاث غير الدكتور خيري؟ شوف يا دكتوره، الدكتور خيري رغم كل المسؤوليات والمؤتمرات وخلافه ما بيتوقفش ابدا عن ابحاثه، زي غيره طمعان في الكرسي وبس. غيره ده يبقى مين؟ يعني بكره سيادتك تعرفي كل حاجه عن اذنك. لو سمحت. تحت امرك. ما فيش اخبار عن وصول الدكتور خيري؟ يعني بعد ساعة إن شاء الله حيكون في المطار. شكرا. إيه الشياكة دي كلها؟ حقيقي يا ماما؟ شيك بس مش خارج عن الأصول، مش كده؟ طول عمرك بتراعي الاصول يا دكتوره، بس افهم بقى الشياكه دي كلها النهارده ليه؟ اقول لك بقى يا ست الكل، اصل الدكتور خيري وصل من السفر امبارح واكيد هيجي المركز النهارده، انا نفسي ان انطباعه عني يبقى كويس. ربنا يوفقك يا حبيبتي. عارفه يا ماما، هو راجل عملي جدا ومحترم جدا، ما بيحبش البهرجه، لكن له موقف معين من الستات، نفسي اغيره له. ومين اللي قالك الكلام ده بقى؟ كتبه يا ماما، انا قريت كل كتبه بتفضح شخصيته. طب يلا يلا حبيبتي عشان تلحقي تشربي لك فنجان شاي. يلا يا روحي. سيادتك الدكتوره المنقوله جديد عندنا؟ ايوه يا فندم، متاسفه على التاخير. اتفضلي استريحي. أنا بصراحة طلبت نقلي هنا مخصوص، رغم أنهم قالوا لي أن سيادتك كنت طالب دكتور مش دكتورة. أيوة يا فندم، أنا عارفة رأي حضرتك في الموضوع ده. أيوة بس ما تفهميش موقفي ده غلط على أني ضد المرأة، يعني خصوصا في مجتمعنا. أنا فاهمة يا فندم، بس أنا بالذات ظروفي تختلف، يعني أنا ما عنديش الظروف والمعوقات اللي ممكن تعوق المرأة عن العمل أحيانا. زي إيه؟ يعني زي الجواز والخلفة ومشاكل البيت و... أيوة بس نسيري كاتبي كده، دي حاجات في علم الغيب يا فندم. على كل حال أهلا وسهلا، أنستي شرفتي ومعمل تحت أمرك إن شاء الله من دلوقتي، بس يا ريت يكون عندك منهج لبحث تكوني عايزه تعمليه، وهتلاقيني في خدمتك واساعدك. انا متشكره جدا، بس في الوقت الحالي ما عنديش فكره معينه، ويسعدني ويشرفني اني اشتغل في ابحاثك، يعني اكيد هاخد خبره كبيره وتساعدني بعد كده في ابحاثي. ما عنديش مانع، بس مهم انك انت تكوني مقتنعه باللي انت بتقوليه. طبعا يا دكتور خيري، انا قريت كتب حضرتك كلها تقريبا، ودراساتك وابحاثك اللي بتتنشر في مجله الاكاديميه. كده يا ترى ايه رايك؟ يا خبر، العفو يا دكتور، انا لسه تلميذه وبتعلم. اجابه كويسه، لو كنت قلتي غير كده كنت لغيت نالك ورجعتك الوزاره عشان يشوفوا لك حته تانيه، لان انا كمان لسه تلميذ متعلم وهفضل كده طول عمري. الكلام ده مكتوب في مقدمه كتابك الاخير، مظبوط يا دكتور؟ العالم الحقيقي عمره ما يشبع من العلم. انا يسعدني ويشرفني اني اكون تلمستك، ومستعده اشتغل ليل نهار في اي حاجه تطلبها مني. هي سلمى، يعني المهم في الموضوع إن الدكتور خيري طلع إنسان كويس جدا يا ماما، دول كانوا مخوفيني منه قوي. أنا مستغربة ليه الدكتور محسن ما بيحبش الدكتور خيري؟ أصل يا بنتي أبو طبق ما يحبش أبو صنية. إيه يا ماما اللي بتقوليه ده؟ ده مثل قديم، يعني عدوك هو ابن كارك. معاكي حق،
بس أنا متصورة إن العلماء مركزهم الفكري والعلمي لازم يكون مختلف. أنا تأكدت إن الدكتور محسن غلطان، غلطان قوي. سيبينا من الدكتور محسن وخلينا في الدكتور خير. ها وبعدين حصل إيه؟ برافو، انت وصلتي لمرحله متقدمه. ان شاء الله كده طمعانه اني اوصل لنتائج مهمه في خلال يومين. يومين بس؟ ما اعتقدش كفايه. اصلي مش ناويه اتوقف عن الشغل حتى بعد اوقات العمل الرسميه. برافو، هاي وانا قاعد معاك، شد حيلك. متشكره يا فندم. بقولي انتي عايزه تتغدي حاجه معينه ولا سندوتشات خفيفه كده ولغايه ما تروحي؟ اصلا هبعت مدبولي علشان يجيب لنا حاجه ناكلها كده ما دام قاعدين. لا لا حضرتك ما تبعتش مدبولي، انا عامله حسابي وجايبه معايا سندوتشات. تحب تتغدى دلوقتي؟ بس انتي ذنبك ايه اكل اكلك وتقعدي جعانه؟ لا ده انا عامله حسابي معايا كميه كافيه يعني. طيب اجيب مدبولي يعني اقول له يجيب لنا حاجه كده نشربها؟ ما هو برده في هنا ليموناتا ساقعه. الله، لا بقى دي عزومه كامله. بس مش قد المقام. طيب بس بكره انا عازمك. ها ان شاء الله. ما تتفضل عندنا شوية يا دكتور. مرة تانية إن شاء الله. يكون لنا عظيم الشرف. ميرسي أوي. عرفت البيت يا حسين؟ أيوة فندم. أستاذنا. تصبح على خير. بنتي من أهله. عليكم. عمرك ما رنيت الجرس بالطريقه دي. تعالي يا حبيبتي، تعالي 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 تعالي. ايه في ايه بس؟ حذري فذري، مين اللي موصلني؟ محسن. محسن ده ايه يا ماما؟ مش انت اللي دايما بتقولي ان هو بيلحن يوصلك؟ الدكتور خيري، الدكتور خيري بنفسه هو اللي موصلني، وعشان كده بقى فرحانه ومزقططه. صباح الخير. صباح الخير. انا قلت لحقك قبل ما تروح المركز، في موضوع مهم عايز اتكلم معاك فيه. اتفضل. اتفضل استريح. هو موضوع مهم لدرجاتي؟ طبعا، وإلا ما كنتش ابقى موجود هنا دلوقتي. خير يا دكتور ان شاء الله. مش عارف ابدا معاك ازاي، لما اسمحي لي اتكلم معاكي بمنتهى الصراحه. انا من اول ما شفتك حسيت انك انت الانسانه اللي كنت بدور عليها طول عمري. حاولت كتير ابني جسور صداقه بينا،
أقول لك من خلالها مشاعري ناحيتك، لكن كنت دايما بتصديني لحد ما عرفت إن الدكتور خيري عايز يخطفك مني زي ما هو خاطف الكرسي. يخطفني ده إيه يا دكتور محسن؟ مش عيب الكلام اللي بتقوله ده؟ أنا قصدي يستحوذ على اهتمامك، يشغلك بيه يعني. دكتور محسن، حضرتك عايز ايه بالظبط؟ انا عايز اتجوزك. وتفتكر ان هي دي الطريقه؟ ده الاسلوب المظبوط؟ امال ازاي؟ لما تبقى تعرف ازاي هبقى ارد عليك. انا اسفه، معلش مضطر انزل اروح شغلي. ادخل. صباح الخير يا دكتور خيري. صباح النور. معقولة يا دكتور؟ ده أنا كنت فاكرة إن حضرتك هتبقى تفوت عليا وأنا في طريقك، لكن كده كتير عليا قوي. والحقيقة مراعاة لمشاعرك أنا عملت كده. متشكرة قوي. تسمح لي في طلب صغير؟ قوي قوي، تفضلي. أنا حباجي كل يوم بطريقتي. ما عنديش مانع مدام المسألة فيها إحراج ليكي يعني. بالعكس يا دكتور، أنا واثقة في نفسي جدا، وكمان واثقة في سيادتك قوي. طيب يبقى همر عليك بنفسي مدام ده ما يضايقكيش. متشكرة قوي يا دكتور. أنا في المعمل. ألف مبروك يا دكتورة سلمى، ألف مبروك. أنت هايلة، أنت فلتة علمية. متشكرة قوي يا دكتور، دي شهادة اعتز بيها وحطها جنب شهاداتي. بالعكس، أنت أثبتت إنك أستاذة، ومكافأة ليكي أنا هعزمك على فنجان شاي في مكتبي. تفضل. الدكتور محسن منتظر سيادتك في المكتب. دكتور محسن؟ هو مش في أجازة؟ طب معلش يا دكتور، اتفضل حضرتك. عن إذنك. اتفضل. أعمل لك الشاي يا ست سلوى؟ لا متشكرة قوي يا عم مدبول. صحيح. استنى، خدي عشانك. بس أنا ما عملتش الشاي. يعني كأننا شربناه. متشكر يا ست. لا، أنت باين عليك إنسان، إنسانة كبيرة قوي. متشكرة. خير يا دكتور؟ في حاجة؟ إنسان عجيب، فاهم إن الهدف من الشهادات العلمية هي المرياسة وبس. مش ممكن ده يكون أسلوب عالي. الهدف من العلم إننا نفيد الناس بعلمنا، مش إننا إحنا نستفيده بس. لو كان عايز الكرسي ده ياخده، ولأني عارف إنه حتى مش هيعرف يحافظ عليه. طب هدي نفسك شوية يا دكتور خيري، إحنا مش هنشرب شاي ولا إيه؟ أنا آسف يا دكتور، آسف. لو تعرفي قد إيه الدكتور محسن ده في خامة عالم من كبار العلماء، كنت تحزني أكتر مني علشانه. والمبلغ ده إيه؟ دي يا فندم مكافأة تشجيعية صرفها الدكتور محسن لمدبولي. صرف له مكافأة؟ ليه؟ راجل غلبان يا فندم، وبعدين ظروفه صعبة. من باب الإحسان يعني. يا فندم الراجل يستحق،
ده أصله يعني إذا كان شايف إنه يستحق يديله من جيبه، إنما مش من ميزانية المركز. عند سيادتك حق طبعا يا فندم، بس يعني المبلغ بسيط. إن شاء الله يكون قرش واحد. المكافأة دي بتتصرف للي يستحق التشجيع، إحنا مش فاتحينها هدكية بنوزع إحسان. مفيش مكافآت تتصرف إلا بتأشيرة مني. ما هو سعادتك يا فندم كنت مسافر. حتى لو كنت مسافر تعليماتي تتنفذ حرفيا، مفهوم طبعا. طبعا يا فندم. صرف مكافآت لحد تاني لك انت مثلا؟ لا يا فندم لا. طيب غيره؟ لا يا فندم مفيش غير حاجة روتينية بسيطة. مادام قلت روتينية تبقى بلاوي، هات وريني. اتفضل. صباح الخير يا فندم. اهلا وسهلا. انا اسفه جيت متاخره شويه، معلش. معلش هتعوضيها بعد الظهر، احنا النهارده هنبتدي تجربه جديده ويمكن اخرك شويه عن مواعيد الانصراف. تحت امرك. اتفضلي. هات يا سيدي اللي انت قلت عليه اجراءات. دي مشتريات بسيطه يا فندم. بالمبلغ ده كله ليه؟ مين اللي امر بكده؟ الدكتور محسن طبعا يا فندم، وامضته موجوده اهي. الدكتور محسن، الدكتور محسن الظاهر انه انتهز فرصه غيابي وعمل حاجات كتيره قوي. والله يا فندم الحقيقه انا عبد المأمور يا فندم. ومين قال ان المعمل محتاج للخامات دي كلها؟ دكتور محسن يا فندم. احنا ما عندناش كميات منها في المخزن. والله الدكتور محسن قال انها مش كفايه، وانا يا فندم عبد المأمور عارف. شوف يا سيدي، الطلبيه دي ترجع مخازن الوزاره دلوقتي فورا، احنا عندنا الكميات اللي تكفينا. ازاي يا فندم؟ الدكتور محسن استهلك منها كميات كبيره فعلا. ليه؟ دول تجربتين في غيابي، واحده منهم كملت لما انا رجعت. اتفضل يا فندم اتفضل. ادي كشف باللي طلبه الدكتور محسن من المخزن وطلعناه له، مضي عليه سناء ونعيم ومسبوت في الدفاتر. معقول ده معقول؟ دي خامات تكفي المعمل سنه بحالها. انا يا فندم عبد المأمور. عارف. الموضوع كده ما ينفعش ابدا. لا انا لازم اجرد المخزن وابعت انده للدكتور محسن، وسيب لي الموضوع ده بقى ادرسه انا بنفسي. يا فندم بعد اذن سعادتك هيكون تحت امرك وقت ما تطلبه، بس انا خايف يا فندم تروح منه ورقه كده ولا كده، نروح احنا في داهيه. اتفضل يا سيدي. اتفضل. شكرا يا فندم. يا فندم حضرتك بتشك في حاجة؟ شك يصل لليقين. على كل حال أنا أتأكد. بقول إيه؟ أيوة يا فندم. ما نشوف شغلنا إحنا أحسن. تحت أمرك. طيب جهزي المحاليل وكل حاجة لغاية ما أرجع لك. حاضر يا فندم. ألو. الو، منزل الدكتوره سلوى؟ ايوه يا فندم، انا والدتها. اي خدمه؟ حصل حادث في المعمل ونقلوا الدكتوره سلوى المستشفى. ايه؟ مدام اعملي معروف، اهدي، سيبيها تفوق من البنج على راحتها وبعدين ندخل لها كلنا. ايه الاخبار يا دكتور؟ تأكد ان احنا عملنا كل اللي ممكن يتعمل، لكن النتيجه ما تبانش دلوقتي. طيب يعني في امل؟ كل شيء ممكن باذن الله. مدام اعملي معروف، اهدي، اعملي معروف. Thank you.
ألف بعد الشر عليك يا حبيبتي. عايز أشرب ينازف. معلش كمان شوي، مش ممكن تشربي دلوقتي؟ عايز بيجي إيه ده؟ أنت ربطني كده ليه؟ ربطني كده. ايه بقى؟ عرفتك ما يا دكتور خيري. المهم تقول مش سلامة. ما هيفضلوا ربطني كده كتير. صداع، صداع فظيع. عن اذنك اشوف دكتور يديها اي حاجة. اشرب بقى يا ماما. حاضر حاضر يا حبيبتي. اشرب اشرب. صباح الخير دكتور خيري. ازيك النهارده؟ الحمد لله. لسه دلوقتي الدكتور مطمني وقال لي ان في امل كبير قوي. صحيح يا دكتور خيري، ربنا يبشرك بكل خير. اخبار الصداع ايه؟ الحمد لله يا دكتور احسن كتير. انا اتصلت بواحد صديقي يعني استاذ كبير في طب العيون، وان شاء الله هيزورك قريب. متشكره قوي يا دكتور. ليه تتعب نفسك؟ الدكاتره هنا كلهم كويسين وكفايه. لا ما انا كمان لازم اطمن، قصدي يعني كلنا نطمن. ده جميل كبير قوي يا دكتور خيري، في الحقيقه عاجز عن الشكر. ما تقوليش كده يا هنم. المهم ان سلوى نطمن عليها. اتفضل اتفضل استريح يا دكتور. لا معلش، اصلي في الحقيقه مرتبط بمواعيد في الوزارة، وبعدين هروح النيابة علشان نكمل التحقيق. على فكرة انت قلتي ايه يا دكتورة في التحقيق؟ عن ايه؟ عن اسباب الاصابة وعن المواد الكيماوية المغشوشة. هي طلعت مغشوشة؟ اكيد هتطلع مغشوشة. امال الاصابة حصلت ازاي؟ على فكرة ده النيابة امرت ان البوليس ياخد المواد الكيماوية كلها ويوديها للتحليل. دكتور خيري. نعم. ممكن أسألك سؤال؟ تفضلي. تفتكر إن الدكتور محسن كان عارف إن المواد دي مغشوشة وقبل إنه يعرضنا، قصدي يعرضني للخطر؟ رد عليا يا دكتور خيري. تفتكر ان الدكتور محسن يقبل على نفسه يعرضني لكل ده؟ الإجابة تهمك؟ تهمني جدا، ورأي حضرتك بالذات. الحقيقة لسه ما اعرفش. ما تعرفش ولا مش عايز تقولي؟ الإجابة على السؤال ده برضو التحقيق هيكشفها. استأذن أنا عشان ألحق مواعيدي. دكتور خيري، أنا عايزاه يجي لي هنا. هو مين؟ الدكتور محسن. أرجوك تبلغه إن أنا عايزاه ضروري. أرجوك يا دكتور، ممكن؟
انت عايزه الدكتور محسن ليه يا بنتي؟ عايزاه يا ماما، عايزاه يجي يشوف ان نتيجه الصراع اللي بينه وبين الدكتور خيري على الكرسي راح ضحيته انسان بريء مظلوم ما عملوش اي حاجه. وايه اللي عرفك يا بنتي ان هو كان يقصد الدكتور خيري بالذات وان هو اللي عمل كده؟ يا ماما ده من اول يوم ليا وانا في المعمل حاول يكسبني في صفه ضد الدكتور خيري، فيبقى في حاجه من الاثنين، يا اما عمل كده علشان ينتقم مني لاني ما استجبتلوش، يا اما كان يقصد الدكتور خيري علشان الكرسي يفضله، وفي الحالتين النتيجه وحدها. مساء الخير يا دكتور. ها ازاي الحال دلوقتي؟ الحمد لله اهو لسه زي ما احنا. واخبار الصداع ايه؟ زي ما هو يا دكتور، بس اتعودت عليه. ان شاء الله كل حاجه هتنتهي على خير. كل حاجه باراده الله. مالك يا سلم؟ مفيش، حالتك النفسيه مش عجباني. عادي. في حاجه ضايقتها؟ ابدا، دول هنا شايلينها على كفوف الراحه. حد بلغك اخبار التحقيق؟ ايوه يا دكتور، انا بذلت كل جهدي عشان اخد لك حقك، عملت كل اللي اقدر عليه، انما صحيح تحقيق النيابه والبوليس اتقفل، لكن انا مش هخلي المساله تعدي على كده، وبكره تشوفي. متاكد يا دكتور خيري ان انا هرجع اشوف تاني؟ يا بنتي لو ما كنتيش متعلمه وفاهمه كل حاجه. أنا كويسة ماما، كويسة، مش عايزاك أنت تتضايقي حبيبتي، ربنا يجازي اللي كان السبب. أستاذنا، مع السلامة. ازيها دلوقتي يا دكتور خير؟ تقدر تدخل لها. مساء الخير. الحمد لله على سلامتك يا دكتور سلام. اخيرا. الحقيقة أنا جيت لك أول يوم بس الدكتور خيري منعني. معلش يا دكتور، أصلهم كانوا مانعين عني الزيارة. دكتور محسن، تفتكر مين السبب في اللي حصل لي ده؟ الحقيقة مش عارف. أنا لما كنت في المعمل بعمل التجربة عملت كل حاجة صح، ما غلطتش في ولا خطوة من خطوات التجربة، وانت عارف انها كانت تجربة بسيطة، يعني الانفجار ما حصلش بسبب المواد، ما كانتش سليمة. والله مش عارف اقولك ايه يا دكتورة سلوى، احتمال تكون غلطة بسيطة ما خدتيش بالك منها، لان المواد انا مختبرها بنفسي. انا متأكدة اني ما غلطتش، ومتأكدة إن المواد دي كانت مغشوشة، دي ما تناقشنيش فيها أرجوك. مغشوشة إزاي بس؟ إذا كان تقرير الطبيب الشرعي يأكد كلامي. الطب الشرعي ما يقدرش يعرف إن الصراع اللي بينك وبين الدكتور خيري
ممكن يوصلك لدرجة من الحقد فظيعة جدا تخليك تحاول تقتله أو تعميه مثلا. دكتور سلوى إيه الكلام اللي بتقوليه ده؟ لكن الدكتور خيري نجي منها وأنا اللي وقعت فيها. ده اتهام صريح يدفعني إني يدفعك ليه يا دكتور محسن؟ أنت الحقيقة الدوافع اللي بتدفعك كتيرة جدا، مرات بيدفعك غرورك الزائد ومرات بيدفعك حقد دفين جواك. معلش أنا لولا تقديري لظروفك المرضية كنت إيه يا دكتور؟ كنت تحاول تقتلني تاني؟ كفاية بقى يا بنتي كفاية. دكتور محسن أرجوك يعني من غير ما ترد. من غير ما ترد ليه يا ماما؟ اسمع دكتور محسن، في ناس بتعرف ازاي ترتكب جريمتها وتسبكها، لكن ما تعرفش ابدا تقنع كل الناس ببرائتها. وحق اللي ما خدتهوش النيابه انا هعرف ازاي اخده منك. تاكد اني هعرف اخده ازاي منك يا دكتور. بس يا بنتي بس اهدي حبيبتي عشان خاطر عينيكي. انا يا ماما انا يا راحت خلاص. الف بعد الشر يا حبيبتي الف بعد الشر. ليه بس تقدري البلاء قبل وقوعه؟ بلاء ايه يا ماما؟ انا يا ضاعت يا ماما، ضيعهم انسان سافل الحقد ملا قلبه. لا بعد الشر. بس يا حبيبتي بس يا حبيبتي بس يا ماما بس يا ماما. أثر على عصب الإبصار. من غير ولا كلمة تنفذي اللي هقولك عليه؟ أيوة حبيبتي أموري عايزة يعد. من فضلك يا ماما أنا مش قادرة أسمع أي صوت جنبي، يا ريت تسيبيني لوحدي. معقولة سيبك يا بنتي؟ اعملي معروف يا ماما، أنا مش مستحملة أي حد جنبي. أرجوك اخرجوا وسيبوني أرجوك يا ماما. Thank you.
عايزه حد جنبي، مش عايزه شفقه، مش عايزه عطف من حد، مش عايزه حاجه، مش عايزه. يا رب مين يا ماما؟ ده ورد بعته الدكتور محسن. محسن؟ فين الورد ده يا ماما؟ سلوى، ايه يا بنتي اللي بتعمليه ده؟ ده رايك ايه يا سلوى؟ معقول كده يا بنتي؟ مساء الخير يا دكتور. اهلا يا دكتور خيري، اتفضل ارتاح. شكرا. عن اذنكم اعمل لكم شاي؟ اتفضلي. مالك مالك يا دكتور خيري، صوتك كده متغير. هو في مواقف بيتعرض لها الانسان لازم يواجهها بشجاعة، في إجراء قانوني بلغوني بيه الوزارة النهاردة. استغنوا عني؟ للأسف. وأنا في الحالة دي مش من حقي أرفع قضية؟ طبعا من حقك، ولو إن النيابة قررت عدم مسؤولية أي حد من المركز. يعني خلاص مستقبلي راح وحياتي انتهت؟ ما تقوليش كده يا سلو، ما تقوليش كده. دكتورة سلوى، أنا ليا طلب عندك وياريت توافقيني عليه. أنت تؤمر يا دكتور خيري. تقبلي تتجوزيني؟ أنا هفضل جنبك يا سلوى، مش هسيبك أبدا، هعيش العمر كله تحت أمرك. أنت بتتكلم كده كأنك متأكد إن أنا وافقت على الجواز. حتى لو موافقتيش برضو هفضل جنبي. دكتور خيري، كويس ان احنا لوحدنا. انا عايزه اقولك ان جوازي منك يشرفني جدا. انت استاذ اتعلمت من كتبه، ويوم ما اشتغلت معاه حسيت ان انا خدت جايزه او حققت حلم كبير. سلوى، تأكدي ان انا هعمل المستحيل عشان اساعدك. ده انا متأكدة منه، لانك انسان عظيم. ولاني بحبك. بتحبني من قبل الحادثة ولا من بعد الحادثة؟ من اول ما شفتك. طبعا لازم تقول الكلام ده علشان مش عايز تجرحني، مش عايز تقولي ان جوازك مني مجرد شفقة او عطف. سلوى، انا بحبك، ما اعرفش اعمل ايه عشان اثبتلك شعوري ده. انا عشت لوحدي من زمان. انت ليه ما اتجوزتش قبل كده؟ فكرت اكتر من مرة، لكن ما كانش في نصيب. لكن أول ما شفتك استريحت لك،
حسيت انك انت الانسانة اللي ممكن تشاركني حياتي الشخصية والعلمية. وتفتكر يا دكتور خيري ان انا اقدر اساعدك دلوقتي؟ انا متأكد من كده. لا يا دكتور خيري، السعادة دي هتبقى من طرف واحد، من عندك انت وبس. انت هتقدر تساعدني، لكن انا هقدر اعمل لك ايه؟ لو اتجوزنا هفضل طول عمري ومن غير ما اقصد اعذبك واعذب نفسي. ولو ما اتجوزتنيش هتعذبيني اكتر. بعدين معاك يا سلمى، عروسه وحزينه يا بنتي. عروسه بغير فرح. كان نفسي اشوف الورد والزينه والنور. كان نفسي اشوف المعازيم وصحابي. كان نفسي اشوف الفرح في عينيك يا ماما. معلش يا ماما، كان نفسي اتزف زي كل البنات. وبعدين معاك يا سلمى، احنا مش قلنا يا بنتي نسلم امرنا لله ونحمد ربنا على كل حال؟ الحمد لله يا ماما، الحمد لله. يلا يا حبيبتي يلا روقي كده علشان عريسك زبانه جاي ومش معقول يجي يشوفك بالشكل ده. مش عارفه يا ماما، انا متضايقه قوي وخايفه من الرحله دي. ليه يا حبيبتي؟ ده انت هتسافري مع عريسك وهتتفسحي، وبعدين تغيير الجو هينفعك قوي في الظروف دي. قلبي مقبوض يا ماما وخايفه. بالعكس يا حبيبتي، انا مطمنه وحاسه انك انت هترجعي لي بالسلامه سعيده ومبسوطه. اوجي يلا كده روقي بقى قبل ما افتح له الباب. دكتور خير اتفضل. اهلا بيك يا مدام. ها سلوى جاهزه؟ ايوه جاهزه من الصبح ومستنياك. تعالي يا عيد نزل الشنط دي العربيه. اهلا يا روحي. اهلا. يلا سلمي على ماما بقى. مش هتقعدوا معايا شويه؟ معلش يا دوبك معاد الطياره. يا حبيبتي يا بنتي وحشين يا ماما. انتي الاكتر يا حبيبتي، انتي الاكتر يا روح. خد بالك منها يا دكتور خير. انتي هتوصيني عليها؟ انا ما عنديش اعز منها. وما تنسيش تكلميني في التليفون يا حبيبتي كل يوم يا ماما، كل يوم. مع الف سلام. الله يسلمك. مع السلامة يا حبيبتي. ماما ادعي لي يا ماما حبيبتي، ادعي لي تروحي وتيجي بالسلامة يا حبيبتي. ربنا يكبر بخاطرك. مع السلامة. الله يسلمك. مع السلامة يا روح.
القطعة بتاعتني ما شاء الله. بالعكس، أنا انبسطت أوي. أنا سعيدة إني بشوف أسبانيا بعينيك. بعد شربي عصير ولا إيه رأيك ناكل حاجة خفيفة كده؟ وخفيفة ليه بس؟ هاي على فكرة المطعم هنا بيقدم أكل شرقي كويس أوي. تأمري بإيه؟ اللي أنت نفسك فيه. لا، أنت اللي تختاري. طب أقول لك؟ نعمل قرعة واللي يكسب هو اللي يختار الأكل. ماشي الكلام. صورة ولا كتابة؟ صورة. صورة. اختار يا ست. خلاص، بس على شرط. ايه؟ في العشاء انت اللي تختار. ماشي، ولو ان ذنبك على جنب كنت عارفه ان انا ما بتعشاش. خيري، انا مش قادره اوصف لك سعادتي معاك قد ايه. بقولك ايه، انا النهارده هلبس بدله سبور، جاكيته مخططه برمادي باسود، وقدامي ثلاث كرافتات ومش عارف البس انهي فيهم. الاولانيه سودا مخططه برمادي، والثانيه حمراء بنقطه برمادي، والثالثه رمادي مخططه باحمر. مش عارف اختار انهي فيهم. متهيالي الاولانيه تبقى حلوه قوي. يا روح قلبي، عرفتي بقى انك تقدري تختاري لي حتى كرافتات. انت انسان عظيم يا خيري. وانت حبيبتي. بقولك ايه، انا اشتريت لك بقى كل الجرايد اللي طلعت النهارده، الجرايد والمجلات العربي كلها، وهقراهم لك صفحه صفحه. تحبي نبتدي بصفحه ايه؟ نبتدي في صفحة المرأة. صفحة المرأة؟ أنا عمري ما قريتها. إنما نتثقف عشان أعلمك التفصيل والمكياج وما إلى ذلك. قولي يا غيري، بصلي كويس، أنا بقيت أعرف أظبط مكياجي شوية. شوية؟ انت بمكياج ومن غير مكياج زي القمر. يا روح قلبي. نتثقف بقى. هي فين صفحه المراه دي؟ انا مش شايف صفحه بصراحه. انا مش شايف اي استاذ غيرك. يا حبيبي ربنا يخليك ليا وما يحرمنيش منك ابدا. يا سلوى. ايوه سامعاكي كويس يا حبيبتي. انت اللي اكتر يا روحي، وحشاني قوي قوي. طمنيني عملتي ايه؟ انا مبسوطه قوي يا ماما. صحيح خيري حنين قوي قوي، حبه وحنانه مخليني شايفه الدنيا بعينيه. يا ماما انا مبسوطه جدا جدا جدا. ربنا يا بنتي يفرح قلبك زي ما فرحتي قلبي. طيب يا روحي سلميلي على الدكتور خيري قوي، وقوليله ماما بتدعيلك ليل ونهار.
خيري. مش دي البدله البيج اللي مخططه بارزه شويه؟ ايوه روحي. طيب البسها عشان خاطري النهارده. امرك. قولي انت هتتاخر مع الجماعه اللي هتشوفهم دول؟ لا لا مفيش ساعتين، اصلهم اصدقاء قدام يعني، فقلت ما دام جيت اسبانيا يعني اشوفهم. طيب زي ما تحب، بس من فضلك ما تتاخرش قوي عشان ما اقلقش عليك. وانا اقدر. طب وانت هتعملي ايه؟ انا هريح شويه كده، و يعني لو زهقت حنده لحد ما الريسبشن ينزلني في الكافيتيريا تحت. ايه اللي يريحك؟ بس ما تاكليش لما اجي علشان نتراهن مين فينا اللي اختار الاكل. خلاص. اوكي. معلش يا جماعة اللي كنت عندهم، أصلهم أصدقاء قدام زي ما قلت لك امبارح، و يعني ما شفتهمش بقالي مدة. قولي كان معاهم ستات؟ إيه ده بقى، ابتدينا نغير؟ أنا بغير جدا. لا أنت ظاهر جعانة علشان كده بتفكري بالشكل ده، أنا هطلب لك الأكل حالا. على فكرة عندي مفاجأة كبيرة قوي. ها بتاكلي إيه؟ ما قلتليش يا خيري، ايه بقى المفاجأة اللي محضرها لي؟ الجماعة اللي انا كنت عندهم النهاردة هما في الحقيقة مجموعة من كبار اطباء العالم بيحضروا مؤتمر علمي هنا، فيهم استاذ اسباني من اكبر اخصائيين العالم في طب العيون. لا يا خيري مش عايزة. مش عايزة ايه؟ وانا لسه قلت حاجة. انا عارفة انت هتقول ايه، أمل جديد وفرصة جديدة. طب اسمعيني بس. لا أنا مش عايزة أتعرض لكشف تاني، مش عايزة أشوف عذاب تاني. يا سلوى الراجل ده أخصائي كبير جدا، وأنا شرحت له الحالة، وكان موجود معنا ثلاثة من كبار الأطباء النهاردة. الطب اتقدم، ده دول زرعوا القلب، زرعوا كبد، نقلوا عين بحالها. الراجل ده له نظرية جديدة معروض على المؤتمر وأثبتها بأكتر من تجربة. اثبتها باكتر من تجربه؟ ايوه. نجحت النهارده. انا شفت افلام للعمليات اللي عملها، ايه المانع انه يشوفك ويشرح لك العمليه؟ مش عارفه يا خيري، مش عارفه. خيري انت لما اخترت اسبانيا علشان نقضي فيها شهر العسل كنت عارف ان في مؤتمر لطب العيون؟ سلوى حبيبتي انا جوزتك لاني بحبك. بكره الايام هتثبت لك الكلام ده.
بنتي يا روح قلبي. الحمد لله على السلامة يا روح. الحمد لله على السلامة وألف ألف مبروك. وحشتيني يا ماما. أنت الأكتر يا حبيبتي، أنت الأكتر يا ما أنت كريم يا رب. ألف مبروك يا حبيبتي، ألف مبروك. ربنا يخلي لنا الدكتور خيري. يا خبر، أنا آسفة جدا ما سلمتش عليك. الله يسلمك يا مدام، مبروك. متشكرة قوي. وحشتيني يا ماما، البيت كله وحشني، كل ركن فيه وحشني. عارفة يا ماما، أول ما فكولي الأربطة واكتشفت إن أنا بشوف، نزلت على الشارع زي المجانين وقعدت بحلق في كل حاجة. حبيبتي يا بنتي. ودخلت اللوجندا أبص فيها حتة حتة. لا يا عيني على خيري بقى، دوخته معايا طول الليل ما بنيموش، واقف في الشباك واتفرج واقول له ايه ده وايه ده وايه ده. جت على دماغي ما كانتش بتخليني انام ابدا. لا وايه، كل الاماكن اللي زورها لي واتفرجت عليها وانا معاه رجعت شفتها تاني. ربنا يخليه لك يا بنتي. الله يخليك يا مدام. عن اذنكم انا هدخل اوضتي شويه، وحشتني قوي. يا روح يا حبيبتي. بقول ايه يا دكتور خيري، يعني عينيها دلوقتي خلاص رجعت زي الاول؟ لا طبعا مش زي الاول، النظر ضعف شويه، انما الحمد لله كل حاجه تتعالج. يوه احنا كنا فين؟ الف حمد وشكر لك يا رب. ايه بتقول؟ ايه في ايه يا خيري؟ مخزن الكيماويات في المركز انفجر. بس انا مش هيجيني نوم الا لما اعرف الحقيقه. طب اهدى يا حبيبي شويه، انت تعبان ولازم تستريح. في حاجه انا مش فاهمها، حصلت وبتحصل وفي كل يوم بيروح فيها ضحايا واخرهم مدبولي. تصوري مدبولي. ايوه ست مدبولي، الراجل الغلبان كلهم طلعوا منها زي الشعره من العجينه وهو اللي وقع فيها. وقدروا يثبتوا عليه حاجه؟ قال لي ايه، كان بيعمل شاي بسخان كهربا وده اللي تسبب في الماس. انا مش قادر افهم ازاي مش واخدين بالهم من اللعبه اللي بيلعبها محسن. اكيد مفيش ادله عليه، بس انا متاكد ان محسن ورا ده كله. صحيح ما بيعملش العمليه دي بنفسه، انما معايا اعوان بيساعدوه، وطبعا سمير منهم. بس انا هفركشهم له كلهم، ده اذا كان البوليس ما قبضش على حد منهم. طب ما تضايقش نفسك انت، قوم قوم تعالى معايا، انت لازم تستريح شوية. سلوى انا اسف، المفروض ان مشاكل الشغل ما تدخلش البيت. اخص عليك ما تقولش كده، ده انت جوزي وحبيبي، ده انا مديونا لك بنور عناية. ما استحملكش شوية وانت متضايق. تعالى انت تنام. يلا حبيبي افطار جاهز. متشكر قوي، بس انا ايه هاخد الشاي لاني مستعجل على الاخر. طب قولي هتنفذ اللي قلت لي عليه؟ طبعا. من هنا للوزاره ومن الوزاره على المركز على طول. مش عارفه يا خيري، انا متهيالي ان محسن مش هيسكت. يا ستي سي محسن ده انا ما عنديش مانع يترقى يبقى وزير، بس زي ما قلت لهم في الوزاره امبارح، حاجه من الاثنين، يا اما ينقلوني انا وانا افضل الحكايه دي، يا اما ينقلوني الناس اللي انا مش عايزهم فوافقوني. مش عارفه برضو متهيألي ان محسن مش هيسكت. يعني هيعمل ايه؟ ما تقلقيش، ومش يمكن ينقلوني انا وابقى ريحت واستريحت. يلا بينا. تعالي. خلاص يا بنتي التحقيق انتهى على كده؟ ايوه يا ماما، للاسف الدعوة اتحفظت لوفاة المتهم. وناوية تعملي ايه دلوقتي؟ ناوية اعمل اللي لازم تعمله اي زوجة بتحب جوزها، ومش عايزة دمه يروح حاضر. انا هرجع شغلي تاني. وشغلك ده هيبقى فين بقى؟ في المركز يا ماما. لا يا بنتي شوفي لك مكان تاني. بالعكس يا امي، ده انا اللي اصريت انهم يرجعوني تاني في نفس المكان. ليه بس يا سلوى كده؟ المكان ده شؤم وعتبته كانت وحشة عليكي. يا ماما مفيش مكان عتبته وحشة ومكان عتبته حلوة،
لكن في ناس وحشة وفي ناس حلوة. اهي ما فرقتش كتير. ومين بقى المدير الجديد مطرح الدكتور خير؟ الدكتور محسن. هو في غيره؟ خلاص مات خيري وقعد على الكرسي اللي كان بيحلم بيه. تصوري يا ماما، تصوري انهم كانوا وافقوا في الوزارة على نقل خيري، وكان خيري رايح يلم حاجاته وكتبه ويبارك لمحسن. لكن معلش انا هعرف ازاي ابارك له. ادخل. سهل. اهلا دكتوره سلوى. اهلا دكتور محسن. تفضلي. هي لو كنت اعرف انك هتشرفي النهارده كنت استقبلتك من على باب المركز تحت. متشكره قوي قوي. بغض النظر عن اي حاجه، صدقيني يا دكتوره سلوى، انت انسانه عظيمه وارمله العالم كبير واستاذنا كلنا الله يرحمه. ما تبالغش قوي كده يا دكتور محسن، بعدين اصدق. فيش اي مبالغه في كلامي، صدقيني انا رغم كل شيء كنت بقدر المرحوم خيري تقدير كبير قوي. الله يرحمه. عموما انا جاي استلم شغلي وجواب الوزاره معايا. طبعا اتفضل. ايوه انا جات لي صورة منه، ممكن تحتفظي بيه معاكي. اتفضلي. المركز بيرحب بيكي وبيهني نفسه برجوعك ليه تاني. الحياة في الوزارة خيروني عن المكان اللي أحب أروحه، لكن أنا فضلت أرجع هنا برغبتي. ايوه بس ارجو ان ذكريات المكان ما يكونلهاش اثر عندك. تاكد يا دكتور محسن ان انا تخلصت وبصدق شديد من اي مشاعر قديمه، والايام اللي جايه هتثبت لك كلامي. بدايه مبشره جدا. مركز بيرحب بيكي ومن بكره ان شاء الله. وليه من بكره؟ من النهارده اذا حبيتي تبداي اي عمل انت عايزاه. هنا بقى هيبقى لنا وقفة صغيرة. تفضلي. انت عارف طبعا ان انا ما كان ليش بحث معين بشتغل فيه، وكنت بشتغل في البحث الخاص بالدكتور خيري. تحبي تكمليه؟ يا ريت. ايه رأي سيادتك؟ بس خطوات منهج البحث كلها عندك؟ بالتفصيل. خلاص وانا ما عنديش اي مانع. ايه ده، انت لسه عندك شغل؟ طب انزل انا اخد تاكسي. لا لا خمس دقايق بس. اتفضل. اصلي طلبت من سمير بيان بالموظفين الناقصين عشان اطلبهم من الوزاره بكره. المركز زي ما انت شايفه ما عادش فيه موظفين. احسن. احسن احسن ازاي بقى؟ يعني هما بيعملوا ايه؟ ازاي برضو؟ برستيج؟ لا ابدا، حاجه العمل فعلا. نعمين يا دكتور. استعجلي الاستاذ سمير، قول له انه عايز امشي بسرعه. حاضر. اي خدمه ثاني؟ لا لا اتفضل. ياه
كويس يا رب. فين ده من مدبولي؟ مدبولي ايه بقى؟ ما خلاص. ايه؟ هو مش هيرجع لشغله بعد ما يطلع من السجن؟ لا طبعا. غلبان. اهماله هو اللي وداه في داهيه. محدش عارف. ازاي بقى؟ امال التحقيق اللي حصل ده كان ايه؟ تفتكر يا دكتور محسن كل تحقيق لازم يوصل للحقيقة؟ بالتأكيد. نقدر نقول في الغالب؟ يعني إذا اتفقنا على كده يبقى في بعض الجرائم مرتكبينها ممكن يفلتوا من العدالة. إذا سلمنا بده لازم نثق إن في عدالة أكبر غير قابلة للخطأ أو نسيان، هي عدالة ربنا سبحانه وتعالى. ده كلام مظبوط. أيوه اتفضل يا فندم. كشف بالموظفين اللي محتاجهم المركز. اتنين موظفين، واحد بدل الله يرحمه ابراهيم، واحده بدل سناء. بس سناء احنا لسه ما بتناش في استقالتها، احنا اديناها اجازه بس تقديرا لظروف، هنستنى ما نشوف ظروف العمل ايه. ما هو انا يا فندم اللي كنت طلبت من سعادتك كده عشان ما كنتش متاكد اذا كانت الموظفه الجديده هتسد في الشغل ولا لا، لكن مع الوقت اكتشفت انها كويسه تقدر تسد. خلاص يبقى نعيم يطلع مكان ابراهيم، موظفة جديدة بدل سناء، يبقى محتاجين امين للمخازن. معقول يا فندم بعد ما نعيم فهم الشغل في المخزن نجيب واحد جديد خالص ويتعبنا؟ لا، ما احنا هنراعي انه يكون عنده فكرة عن النوع ده من المخازن عشان الفراش يتفرغ للمكاتب وبس. اتفضل انت وبكره هتصل بشؤون العاملين في الوزاره. لكن يا فندم استاذ سمير اسمع الكلام، وقت اللعب خلاص انتهى. سيادتك فهمتني غلط يا فندم. يبقى عشان افهمك صح هتتفضل حضرتك دلوقتي. اتفضل. حاضر يا فندم، تحت امرك. دكتور محسن، انا كنت عايزه اقول لك ان انا بمر بازمه كبيره قوي وعايزه اخرج منها باي شكل. حقيقه الله يكون في عونك. حضرتك فهمني. يا ريت اقدر افهمك. يعني مش قادر تفهمني؟ الصراحة لا. طبعا عندك حق، ازاي واحدة ست محترمة جوزها لسه ميت ما بقالوش كتير وتقول لك الكلام ده؟ لا لا ارجوكي، انا ما تفهمينيش غلط، انا ما اقصدش ده ابدا. انا لما اتجوزت خيري كنت إنسانة فقد البصر، فقد الأمل في كل حاجة. اتقدم لي إنسان محترم ما كانش ممكن أرفضه، لأن ما حدش تاني تقدم لي حتى لو كان بيحبني. تقصديني طبعا. أيوة يا محسن. أنت كنت عارفة أن أنا بحبك. أيوة يا محسن كنت عارفة. امال ليه رفضتيني لما تقدمت لك؟ لانك خوفتني منك، طريقتك معايا خوفتني، كنت مستنيه تغير معاملتك ليا، تحسسني بالامان، كنت ساعتها هفتح لك ايديا واقول لك اهلا وسهلا.
ظهر ان في حاجات غلط كتير في حياه الواحد واكتشفها واحده واحده. زي ايه؟ زي اللي انت بتقوليه ده وحاجات تانية كمان. حاجات تانية ايه ممكن اعرفها؟ بعدين يا سلوى هيجي الوقت اللي تعرفي عني فيه كل حاجة. يا ريت يا محسن، يا ريت ما تخبيش عليا اي حاجة. عايز اعرفك اكتر واقرب منك اكتر. هيحصل، لأنه هو ده كمان اللي أنا عايزه. يا بنتي الناس يقولوا عليك إيه؟ ما صدقت إن جوزها يموت، ده حتى كده الكلام يكتر حواليك. ما هو ده اللي أنا عايزاه يا ماما، عايزة الكلام يكتر، عايزة كل واحد يتكلم ويقول اللي جواه علشان أعرف المستخبي فين. وهتستفادي إيه بس من ده كله؟ ما خلاص يا سلوى اللي راح راح يا بنتي. لا يا ماما، اللي راح ما راحش، اللي راح عايش جوايا بيصرخ ويقولي ما تخليش دمي يروح. حاضر. انا خايفة عليك يا بنتي، خايفة لا تضيعي عمرك ورا سراب ما منوش فايدة. عمري فعلا يضيع لو معرفتش اخلي خيري ينام مستريح. انا بحبك يا محسن، بحبك من اول ما تعرفت عليك. انا ما همنيش ان انت قتلت خيري. سلوى، ايه اللي انت بتقوليه ده؟ الله، مالك اترعبت كده ليه؟ سلوى، اوعى تكوني فاكره صحيح اني موت خيري. ايه وعي؟ يا خساره، كنت فاكره ان حبك ليا خلاك تعمل كده. انا مستغرب سلوى، انت ازاي تتصوري ان انا ممكن اعمل كده؟ انا ما اقدرش اذبح فرخه. تظهر واخده فكره غلط عني. ما انا عارفه انسان في مستواك العلمي ومركزك مش ممكن يعمل كده بايده، بس انا كان نفسي احس انك عايز تعمل المستحيل علشاني، ان انت كنت السبب ان خير يبعد عن طريقي علشان ارجع لك. يا ريتك كدبت عليا يا محسن وقلت لي ان عملت كل ده علشاني. ودي نفسي في داهيه. يا خساره يا محسن، انت لسه ما بتحبنيش لانك لسه ما بتثقش فيا. سلوى، ايه اللي انت بتقوليه ده؟ معقوله؟ الجبان مش عايز يعترف ان هو اللي قتل خيري. يمكن يا بنتي مش هو، وحتى لو كان هو هيقول لك انا قتلت. يا ماما، امال مين له مصلحه ان خيري يموت؟ كل اللي بتعمليه ده ما منوش فايده. يا بنتي شوفي نفسك وشوفي مصلحتك فين بقى. انا متاكده ان هو اللي قتل، وهفضل وراه لغايه ما يعترف. واذا ما اعترفش هتحاكميه؟ خلاص احكمي عليه ونفذي الحكم كمان. انت فاهمه الدنيا سايبه ولا ايه؟ انا فعلا هنفذ فيه الحكم، بس الاول عايزاه يامن لي خالص، عايزاه يعترف لي بكل حاجه، عايزه الناس كلها تعرف اني بحبه، بحبه قوي، علشان لما عيط عليه كل الناس تصدقني. ألو، سلوى موجودة؟ أنا سلوى يا محسن. أنت تعباني أوي يا سلوى. ليه بس يا محسن؟ سلوى، أنا حقيقي بحبك. أنا كمان بحبك، بحبك أوي، بس أنا بقى بحب محسن الإنسان، لكن أنت بتحب سلوى الدكتورة. حاطت بيني وبينك الألقاب والشهادات،
وناسي خالص ان انا ست زي كل الستات. مش دي كانت رغبتك من الاول خالص؟ محسن، انت ليه متصور ان انا عندي استعداد اقدم لك نفسي على طبق من ذهب؟ ليه مش عايز تتعب شويه علشاني؟ ليه مش عايز ترضي غروري؟ الحاجات دي كلها كان مفروض انت تعملها ومن غير ما اطلبها منك. كان مفروض تحسسني قد ايه انت بتحبني وانك مستعد تبيع الدنيا كلها علشاني. سلوى، انا مستعد اعمل المستحيل عشانك. محسن، انت ليه سبت خيري يتجوزني؟ قول يا محسن، انت كنت بتحب خيري؟ سلوى، انت عايزه توصلي لايه بس؟ فهميني. انا ما بقتش عارف اتكلم معاك، يعني ما بقتش عارف ايه اللي اتكلم فيه وايه اللي ما اتكلمش فيه. ياه، للدرجه دي محيرك؟ بقى علشان بسالك شويه اسئله بسيطه جدا علشان اتاكد من حبك ليا وإن الإنسان اللي اخترته لنفسي فعلاً بيحبني وعمره ما هيستغنى عني، يبقى محيرك قوي كده؟ أنا هريحك خالص يا سلوى. فعلاً جه عليا وقت كنت حاقد فيه على الدكتور خيري. حسيت في لحظة إنه خد مني كل حاجة، انتي والإدارة والشهرة. حسيت انه سرق مني كل حاجة. خلاص يا محسن، انا مش عايزة منك اكتر من كده. حلمي بيه موجود؟ يقول له ايه يا فندم؟ انا والدة الدكتورة سلوى، حرم المرحوم الدكتور خيري عبد السلام. حاضر. تفضلي يا فندم. شكرا. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا فندم. تفضلي. شكرا قوي. في الحقيقه انا مش عارفه ابتدي الموضوع مع سيادتك ازاي. بخصوص ايه الاول؟ انا مؤمنه ان النيابه قامت بواجبها كما يجب في التحقيق، إنما بقى بنتي الدكتورة سلوى ليها وجهة نظر تانية. إيه هي وجهة النظر دي؟ هي معتقدة إن اللي قتل جوزها أو يعني دفع حد تاني لقتله هو الدكتور محسن. أيوة، بس ده مش صحيح، والنيابة اتأكدت واطمأنت اطمئنان كامل من الناحية دي. خلاصة الموضوع، بنتي سلوى بتلعب لعبة خطيرة قوي وأنا خايفة عليها. إيه هي اللعبة دي؟ باختصار شديد، سلوى اليومين دول بتوهم الدكتور محسن انها بتحبه، وهي في الحقيقه غير كده خالص. هي عايزه بس تنتقم منه لانها معتقده لحد النهارده ان هو اللي قتل جوزها، وانا كاي ام خايفه عليها احسن تروح هدر في حكايه زي كده، في انتقام ما منوش فايده. فعشان كده جيت لسيادتك اعرض عليك الموضوع، يمكن نقدر نحله مع بعض من غير ما يكون في اذيه لبنتي. سكت ليه يا حلمي بيه؟ يا الدكتوره سلوى تعرف ان حضرتك جايه هنا؟ لا، وده معقول؟ طب كويس قوي، من فضل حضرتك ما تقولهاش انك جيتي هنا خالص، وسيب الموضوع ده عليا واطمني خالص. اطمن ازاي بس يا ابني؟ دي بنتي وانا عارفاها، دي ما نزلتش من عينها دمعه واحده لما مات جوزها. حضرتك عارف معنى ده ايه؟
انا خايفه عليها قوي يا حلمي بيه، خايفه احسن تعمل حاجه في الدكتور محسن وتروح فيها في داهية. تقتله يعني؟ لا ما تخافيش، من الناحيه دي احنا هنتصرف. اخر فنجان قهوه، اتفضل اشرب، اشرب عشان تعدل دماغك. بس يا احمد اسف يا سعاده البيه، معلش غصب عني اجيب لسعادتك فنجان تاني غيره. غيره من ايه؟ وقعد في قهوه ولا شاي بعد كده؟ معلش يا بيه، خد الشر وراح. انت عايز حاجه تانيه من هنا؟ لا يا سعاده الدكتوره، بس داني والله ناسي حتى كنت جاي هنا ليه. طب اتفضل انت. حاضر. اسمع. نعم. شيل اللي انت كسرته ده يلا. حاضر. ايه ده يا سلوى، كل ده بتحضري المعمل؟ طب ما تتكلم بصراحه، قول انك مستكتر الوقت اللي غبت عنك فيه. مظبوط. طب ما بتقولش كده ليه؟ مكسوف؟ وحشتيني بجد. انت شايفه ايه؟ لسه شويه. اكتر من كده؟ اوه بكتير. تبي طماعة بقى؟ ما انت عارف انا مش هقبل منك اقل من اللي انا محتاجاله. سلوى، امتى نقدر نتجوز؟ مهم تحديد الوقت، دي مشكلتك انت. يبقى نتجوز دلوقتي؟ مش هنتجوز يا محسن، مش هنتجوز الا في اللحظه اللي هتاكد فيها انك ما تقدرش تستغنى عني لحظه واحده. المعمل جاهز. طب يلا بينا. لا انا هستنى مشتولي شويه، اصلي بعته الاجزخانه يجيب لي ده. اجزخانه ليه، مالك فيه؟ لا مفيش، بس حسب بصداع فظيع جدا.
سلوى لو تعبانة بلاش. بلاش ايه بقى؟ بلاش كسل انت، يلا على المعمل انا هحصلك على طول. مش هتغيبي عليا؟ سلوى. ايوه محسن. ما تغيبيش عليا. أنا مستعدة تنزله عن الكرسي لو أن ده هيسعده ويريحه، لكن للأسف حتى الكرسي ده مش هيقدر يحافظ عليه. معلش يا خيري، معلش، أنا مش هخليه يقعد على الكرسي ده. العالم الحقيقي عمره ما يشبع من العلم. انا يسعدني ويشرفني اني كنت لمستك ومستعده اشتغل ليل نهار في اي حاجه تطلبها مني. انا من اول ما شفتك حسيت انك انت الانسانه اللي كنت بدور عليها طول عمري، لحد ما عرفت ان الدكتور خيري عايز يخطفك مني زي ما هو خطف الكرسي. دكتور محسن، حضرتك عايز ايه بالظبط؟ انا عايز اتجوزك. الطب الشرعي ما يقدرش يعرف ان الصراع اللي بينك وبين الدكتور خيري ممكن يوصلك لدرجة من الحقد فظيعة جدا تخليك تحاول تقتله او تعميه مثلا، وحق اللي ما خدتهوش النيابة أنا هعرف إزاي أخده منك. تقبلي تتجوزيني؟ لازم أطربقها على دماغه. سلوى اليومين دول بتوهم الدكتور محسن انها بتحبه، وهي في الحقيقه غير كده خالص، هي عايزه بس تنتقم منه لانها معتقده لحد النهارده ان هو اللي قتل جوزها. مساء الخير.
لو سمحتي ممكن تقولي لي فين الدكتور محسن؟ ما اعرفش. ايه هو مفيش حد هنا ولا ايه؟ حضرة الضابط الدكتور محسن هو اللي قتل خيري، هو اللي قتل خيري صدقني. طب هدي نفسك شويه وقولي لي هو فين. لازم يموت زي خيري ما مات. لازم يموت. مين اللي جوه المعمل؟ ها؟ لازم يموت. مين اللي جوه المعمل؟ عن اذنك لو سمحتي سيبه يموت جوه، سيبه يموت جوه زي خيري. تمام يا فندم، كله تمام يا فندم. انا كنت خايف لحسن تكون سبقتك. مش ممكن يا فندم ده يحصل، انا حاطط عيني عليها من الصبح، وعموما انا كنت خدت امر عشان سيادتك تطمن، وخليت الشركه فصلت الغاز عن المبنى كله من النهارده الصبح. طب هاتها وتفضلوا معايا. هقدم لك يا دكتورة سلوى القتلة الحقيقيين للدكتور خيري وسبب كل جرائم المعمل. يا فندم أنا أقسم بسيادتك. أنت ما تتكلمش خالص، ولازم تفهم إن سناء ومدبولي قالوا كل اللي يعرفوه، ودلوقتي حالا هقدم لك دليل مش هتقدر تنكر أي حاجة قدامه. وللأسف الشديد اللي خدعنا من البدايه مش انت، الدكتور محسن، لانه دار عليكم، كان خايف على نفسه وعلى المركز اللي كان حاطه هدف قدام عينيه، ومن اجله ضحى بكل حاجه لغايه ما في الاخر خسر كل حاجه. مش كده يا دكتور؟ طب ليه ما بلغتش عنهم من الاول لما عرفت انهم بيسرقوا؟ ليه داريت عليهم وقلت ان المواد الكيماويه اللي كانت ناقصه انت استعملتها؟ كنت خايف حاجه تشوه سمعتي وتمنعني من الوصول للمركز اللي كنت بسعى له. وبعد ما وصلت لهدفك خفت لا يروح مني. والنتيجه ايه يا دكتور؟ خسارة كبيرة أوي. حسيت دلوقتي بس بالخسارة؟ ما حسيتش بيها ليه من بدري؟ ده أنت عالم كبير وتفكيرك كله بيقوم على الحسابات والأرقام الدقيقة. ليه ما حسيتش من الأول إن ده كله كان ممكن يحصل نتيجة صراعك على المركز؟ اللي أنا شخصياً شايف إن المركز ده ما كانش ممكن يضيف أمجاد لك أو للدكتور خيري. الشيء الوحيد اللي لازم نحاسب عليه خسارتنا إحنا فيكم. أنت بقى يا دكتورة سلوى، أنت الإنسانة المتعلمة المثقفة واللي بتشغل منصب علم كبير، ضيعت بإيدك كل حقوقك، ومش كده وبس، وحطيتي نفسك كمان في موضع الاتهام. وده كله ليه؟ لأن سبت رغبتك في الانتقام تشل تفكيرك. تفتكر حضرتك لو كل واحد فينا فكر ياخد طاره بإيده، إيه هيكون مصير المجتمع اللي إحنا عايشينه؟ عندك حق يا فندم، أنا حسيت بندم كبير قوي لما قفلت باب المعمل على الدكتور محسن.
بس ما كانش قدامي غير كده، ما كانش ممكن اعمل غير كده. كنت متأكدة ان هو اللي قتل خيري. فعلا رغبتي في الانتقام كانت اقوى من اي حاجة تانية. انا اسفة، اسفة جدا. وانت بقى يا ساهي يا سهن، انا هعرف ازاي خليك تتكلم على طول، ما تبطلش كلام ابدا. ايه رايكم في المفاجاه دي؟ عارفينها طبعا. مش ممكن، مش ممكن. هي نفسها يا سيد سمير. ملازم اول الهام عبد العزيز اللي مثلت عليك دور مها يا سيد سمير. اتفضلي. قررت النيابة حجز المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.